أي زحمة. طبلة هنا وطبلة هنا وطبلة هنا. شو كركوبين؟ طيب شوف شو بنعمل. هدول هذا الصف هون بشع. لا بصي انا هخلي دي هنا وخلي اللي هناك وخلي الكرسيين دول بزاويه واحط بينهم الترابيزه. فاهم قصدي؟ بس انا بفكر بقى الازرق بعد كده اعمل فيه ايه؟ نقربهم بعد شوي ما نطول. لا ما هو ما انا لما لو شلت الاثنين الزرق دول ما خدي بالك يا نفس القعده. بصي لو تاخدي بالك الكرسي فاكره في جنبين اللي هناك ايه. كان نفس المساحه نفس الشيء بس هون بس ايوه ما هي أوكي. دي لما اشيل الاثنين الزرق دول بس قصدي انا البرمه صارت كبيره انا ليك السلم تبع الدرج. لا 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 جماعه ما حدش يقعد هنا ما حدش يقعد هنا بس لغايه ما نخلص وبعد كده بقى تعالى بليز معلش بعد اذنكم. لا بعد اذنكم. لا لا بليز شو خاطر عشان احنا بنشيل ونحط طب واذا ربحنا بينظفها نسيم؟ لا لا لحاله. لا 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 انا ما غير ديكور. اذا ربحنا بتنظفها انت. لا لا انا ما غير ديكور. انا ما غير ديكور. ايه ولو هيدي اكثر شيء. لا بخليها خليها مكان عشان تقفل مع دي. اه جيب لي كمان. بتعرف لما تغير الديكور ترتاح نفسيتك؟ ترتاح بس اذا يكون ديكور حلو. بس ما بعرف لا بحس انه ايه بس نجرب مش جالسة انا قصدي مش جالسة. ايه دي؟ ايه اللي مش جالسة؟ يعني كيف الكرسي شكلها كانت مع الطاولة هيك؟ هي نفس الشيء بس هن عملها تريون. هيك نحن بنقرب على بعض بنتقرب على بعض لما نكون قاعدين ما بنضطر نقعد شي هونيك شي هونيك يعني بنكون مجموعين أكثر. فهمت علي؟ من هون إذا بنقدر نقشع نو سي بون. زعما لو كان جيت تقدر تشوف السوشيال ميديا على هذا الديكور راح تقبل بهذا الديكور؟ هي الطاوله روعه طاوله فشل دوها حلو من هي مليحه الطاوله حلو لكن الصالون عندي فكره شابه بزاف انا يعني الفكره الصالون ان هو مش مساعد دول ما لهمش مخادع زي دول كده يعني ما لهمش وعلى فكره يا حبيبي رخام جدا في ترتيبهم كان الصالون اوسع عندي فكرة يعني الليفنج كانت متخذه من هنا اكثر على فكره يا باشا الفكره في الوسع احنا شوف كم الخطوه شوف كم الخطوه 1 2 3 4 5 6 علي كان قبل اوكي يعني في ديفو تعرف ان ممكن يتعمل زاويه كده وازرق هذا ما جاش بلاصته هنا